تفضل دكتور علي. بسم الله الرحيم. احنا طبعا بنقول لابنائنا الطلاب والطالبات وصوت طيبين بيصبح عام دراسي جديد في فرع جامعه الازهر في جنوب سيناء، وانا بصفتي شرف بان اكون احد القائمين بتدريس ماده الادب والنفض، واخي الدكتور احمد بدير من القائمين بتدريس ماده البلاغه. شرفنا بتدريس في هذه الكليه وانشائها، كليه العلوم الازهريه بجنوب سيناء، القسميه اللغه العربيه للبنين والدراسه الاسلاميه للبنات، وان شاء الله هذه هي الكليه ستخرج اجيال مضيئه تنشر نور العلم ونور الاسلام الوسطي في ربوع جنوب سيناء وفي كل المحافظات القريبه ان شاء الله. عندنا كم قسم هنا للكليه في جامعه الازهر؟ عندنا قسمين، قسم اللغه العربيه للبنين والدراسه الاسلاميه للبنات، وهي الكليه اصلا كليه تربيه لكن سميت كليه العلوم الازهريه نظرا لاني اول مره يكون فيها قسم دراسه اسلاميه، فينفعش تبقى كليه تربيه في قسم دراسه اسلاميه للبنات والعربيه للبنين، عشان كده سموها كليه العلوم الازهريه. دي اول صداقه في تاريخ جامعه الازهر ان تاخذ هذه الكليه هذا المسمى في جنوب سيناء، وده طبعا فخر لينا كبير، ونشكر سياده المحافظ سياده الدكتور خالد فودم على هذا الانجاز العظيم انه بيسخر كل خدماته ويزال كل عقوبات وكل العقبات وكل استيعاب في سبيل تيسير جو تعليم الولاد المناسب لجامعه الازهر. احنا بنحييه ونشكره على هذه الجهود العظيمه، كذلك بنشكر سعاده المدير العام سياده اللواء الرئيسة على الجهود الطيبه، نشكر سياده اللواء جمال الرئيس على الجهود الطيبه ومعانا النهارده في افتتاح هذا العام الدراسي الجديد في نظر في مقر دراسه للكليه هذا العام، نظر ضيق المكان في تمكين المراه، فهو سيادته جاي النهارده يشرفنا لتفقد مبنى مجمع المصالح لاختيار المكان الملائم للتدريس ولاعضاء التدريس جامعه الازهر في فرع الجامعه بجنوب سيناء. كل سنه طيبين. كل طيبين. احنا النهارده متابعين النهارده بنحدد الاماكن لجامعه الازهر بيت العام الدراسي الجديد لمقر مؤقت لحين الانتهاء من المقر الجديد بتاعهم، ونهنيهم طبعا ونقول سنه طيبه. يعني ده مقر الحزب الوطني القديم. مكان الحزب الوطني القديم.